الالتزام بالإرشادات الخاصة بفيروس كورونا، وما تستحي وما تخجل، خاصة بمناسبة الأعياد المجيدة. المؤسسة اللبنانية الكندية لمكافحة الحشرات والقوارض تتمنى لكم أعياد مجيدة وعام سعيد. صباح الخير من صوت لبنان، نقدم نشرة أخبار الثامنة والربع مع تحية دعاء حمص فرح والمخرج سيموم صور، ومع أطيب التمنيات بعام جديد يحمل للبنانيين الفرح والسلام والصحة. العناوين: السنة الجديدة على أبواب الملفات القديمة وحصيلة احتفالات رأس السنة. كانت ليلة يعني هادئة جدا، ما كان عندنا أي حوادث كثير. رقم قياسي جديد للكورونا: 4290 إصابة و17 حالة وفاة. سامي الجميل: الكل مدعو للمشاركة في صناعة التغيير في 2022 حتى لا يبقى التغيير مجرد أمنيات. إيران تفشل في عملية إطلاق صاروخ إلى الفضاء. قرب فصل الشتاء والبرد، ما إلكن إلا شركة عادل بو حبيب وشركائه الاختصاصيين والأوائل بموضوع التدفئة والشفاج من أكثر من 50 سنة. وكلاء حصريين لأهم وأجود الشركات بمجال التدفئة والطاقة الشمسية والتبريد، وأهم ماركة دوديتريش الفرنسية مع ضمان التوفير لغاية 30% بالمزود والغاز والكهرباء. شركة عادل بو حبيب وشركه رائدة بمجال التدفئة الأرضية فلور هيتينج، وهي وكيلة ماركة هينكو البلجيكية الأولى بأوروبا. الأسعار مدروسة والصيانة بعد البيع متوفرة. شركة عادل بو حبيب وشركه، جديدة المتن، نهر الموت مقابل جسر السيتي مول. تليفون 01-87-00-87-01-87-00-82 أو 94. دارت عقارب الساعة دورتها لتضعنا في حضرة العام الجديد. تصعب المجازفة وهو الخارج للتو إلى ضوء الحياة في تحميله تطلعات اللبنانيين وأمالهم، وقد عجز سلفه عن تحقيقها ولو في الجزء اليسير منها. التعطيل باق في الصورة الحكومية وفي التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، والتصعيد السياسي عائد بقوة على مشارف الانتخابات النيابية والرئاسية. أما رحلة انهيار الليرة فمستمرة، وخطة التعافي قيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه في 17 من الجاري، في حين تسجل الكورونا المتفشية قفزات نوعية يومية في الأرقام. بمزيج من القلق والتشاؤم والأمل والتفاؤل، يتطلع الشعب اللبناني إلى عام جديد ليس هو على يقين من القدرة على بلورة الحلول، ولكنه لا يلغي بصيص التغيير الآتي عبر الانتخابات، ولا يمكن أن يكون عودة إلى الوراء. اللبنانيون احتفلوا بليلة رأس السنة على وقع التدابير الاستثنائية التي اتخذتها القوى الأمنية للحفاظ على الأمن ومواجهة الكورونا. المؤهل الأول محمد معتوق من غرفة التحكم المروري أوجز لإذاعتنا حصيلة الحوادث. كانت ليلة يعني هادئة جدا، ما كان عندنا أي حوادث كثير. أكيد نحن نتمنى بالعام الجديد يكون عندنا صفر حوادث، مثل كل يوم صباح بأول يوم عطلة، وخاصة على السنة الجديدة عندنا حركة سير معدوم، ما في عندنا سير يعني حركة كثير بطيئة جدا داخل مدينة بيروت وداخل العاصمة وبضواحي العاصمة. الطرقات الجبلية أنا ظهر بادر وترشيش زحل سالكين. أنا الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم السروج النعينات الأرز عيون السيمان وأحراس بعلبك جرد مربين الهرمل. هذا بالنسبة لحركة السير والطرقات. الحوادث صار عنا 7 حوادث
للأسف نتج عنهم 10 جرحى، أكيد نتمنى لهم الشفاء العاجل. الرادار السرعة زيري سجل عنا 385 محضر سرعة زيري خلال 24 ساعة الماضية. أكيد نحن عبر صوتكم الناشد الموطن وخاصة ببداية العام الجديد أنه التأييد بالسرعة على الطرقات العامة وبأوامر رجال قوى الأمن الداخلي لتفادي الحوادث وعدم استعمال الهاتف اليد المسبب الرئيسي للحوادث. ونحن دائما نتواصل مع خط الساخن 1720 أو 112. وزير الداخلية بسام المولوي الذي كان أشرف على إطلاق الدوريات الأمنية كشف عن تصدير 212 محضرا بحق أفراد ومؤسسات وإقفال 20 مؤسسة إداريا لمدة 24 ساعة، وذلك ما بين 7 مساء من مساء أمس ولغاية الساعة 6 من صباح اليوم. واستقبل لبنان العام 2022 بعداد كورونا مسجلا أعلى الأرقام القياسية في اليوم الأخير من سنة 2021، إذ سجلت 4290 إصابة و17 حالة وفاة. وزير الصحة فراس الأبيض لفت إلى أن كورونا ينتشر في المجتمع يغذيه متحور أوميكرون الأكثر عدوى، ويدعمه ارتفاع الأنشطة الاجتماعية بسبب التجمعات الاحتفالية في الأعياد. وأوضح الأبيض أن 79% من المصابين تقل أعمارهم عن 50 سنة، والغالبية العظمى من الإصابات هي لغير الملقحين، كما أن عدد الحالات الحرجة إلى ارتفاع، و 78% من أسرة كورونا في المستشفيات مشغولة. وأضاف: في الوقت الحالي تمت مناقشة الإغلاق ولكن لم يوصى به بعد، فالقدرة على فتح المزيد من أسرة المستشفيات وشدة الحالات المستقبلية ستحدد الخطوة التالية. وبعدما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن قيام أشخاص بتزوير شهادات اللقاح ضد فيروس كورونا ونتائج فحوصات البي سي آر السلبية لاستخدامها ليلة رأس السنة، أوقفت وحدة الشرطة القضائية في زحل المشتبه بهما بعد مداهمة محل للصيرفة في منطقة المصنع، وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفا بتزوير ما يفوق 100 مستند من فحوصات وشهادات لقاح مقابل مبلغ 100,000 ليرة لبنانية للمستند الواحد، إضافة إلى تزوير حجوزات فندقية وهمية للقادمين من سوريا. مودعا العام 2021، أقفل الدولار السوق السوداء ليلة رأس السنة على سعر 27,550 ليرة لبنانية. خسارة القطاع المالي كانت كبيرة خلال العام المنصرم والإصلاحات كانت عشوائية. التفاصيل مع تراز الخوري. أحداث في سنة 2021 هزت لبنان وقادته إلى الهاوية على الصعيد المالي، فانهارت الليرة بشكل لافت، ولعل الحلقة الأبرز في هذا العام الارتفاع العشوائي للدولار ورفع الدعم عن كل شيء. كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل تحدث لصوت لبنان عن معاناة القطاع المصرفي. القطاع المصرفي منه عايش على جزيرة بمعزل عن ما يحدث بالاقتصاد اللبناني، وظلوا تحت ضغط الأزمة، وشفنا دمج أو إغلاق عدد من الفروع وصل ل 115 فرع منذ بداية الأزمة، وتراجعت الودائع بأول 10 أشهر من 2021 ب 7 مليارات و 500 مليون دولار، وهذا أدى إلى تراجع الودائع ب 43 مليار دولار منذ بدء 2019، كما أنه تراجع التسليفات إلى القطاع الخاص ب 7 مليارات دولار بأول 10 أشهر من 2021. الإصلاحات التي طلب بها صندوق النقد لم تنفذ، فتنفيذ بعض بنودها كان عشوائيا. الخبير الاقتصادي إيليا شوعي: أهم المحطات التي تكررت ب 2021 هي الانهيار المستمر في سعر صرف الليرة اللبنانية، وذلك بسبب استخدام ودائع المودعين في المصارف بالعملة الأجنبية والتفريط باحتياطات التي كانت موجودة في المصرف المركزي من قبل الحاكمية، وأيضا الهدر والسرقات والسمسرات والحصص والخداع السياسي والمالي الذي كان ترتكبه جماعة السياسة والإدارة والتعهدات في لبنان. خسارة لبنان المالية كانت كبيرة في العام 2021، عسى أن يجلب معه العام 2022 الخير والسلام والبحبوحة. تراز الخوري، صوت لبنان. القطاعات الإنتاجية تأثرت سلبا بالأزمة المالية والاقتصادية. راني عبيد:
وفقا لتقرير المرصد الاقتصادي اللبناني، صنفت أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأزمات الأشد على مستوى العالم، هذا ومنذ أواسط القرن التاسع عشر. الأزمة الدبلوماسية الناشئة بين لبنان والسعودية كانت الحدث في هذا العام، وتأثرت بها القطاعات بمعظمها. في السياحة، لفت رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر إلى أهمية دول الخليج كركيزة أساسية للقطاع السياحي. العمود الفقري للسياحة بلبنان هي الخليج العربي، هدم بلبنان، فلسبب اليوم في تراجع كتير كبير بالسياحة. نحن شغلنا بالمدخيل، إذا عم نعمل مقارنة بين سنة 17 و 18، مدخيلنا متراجعة تقريبا 70%. الشخص الوحيد اللي أنقذنا هو اللبناني، يلي هو متواجد 450,000 بالخليج العربي، 200,000 بأفريقيا، هو اللي أكتر شيء عم يترددوا على لبنان. يعاني القطاع الزراعي من ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما النقص في اليد العاملة بسبب ارتفاع سعر الدولار، فيما تراجعت أيضا الصادرات باتجاه دول الخليج بحسب رئيس جمعية المزارعين أنطوان حويك. القطاع الزراعي هالسنة تأثر بعدة عوامل، أول واحد هو ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي انخفاض قدرة المزارعين على تحضير أراضيهم والزراعة. ثاني عامل غلاء المازوت اللي رفع كلفة الإنتاج ببعض الزراعات للأربعين أو 50%. ثاني تحدي منع السعودية التجارة اللبنانية من الدخول إلى، يعني عندنا 16% من إجمالي صادراتنا وقفت، واللي تأثر كتير هو القطاع الحمض اللي هو مفروض هلأ يكون رايح نحو السعودية وعمل كاسات كتير كبير. الوضع نفسه ينسحب على القطاع التجاري الذي تأثر بالأزمة المالية والانهيار، وبالتالي تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، كما الأضرار التي لحقت به من جراء تفجير مرفأ بيروت، ما اضطر أكثر من 60% من المحال التجارية على الإقفال وصرف الموظفين. نائب رئيس جمعية تجار بيروت جورج نصراوي حدد اتجاهات الأزمة في القطاع. كان لبنان يستورد ب 22 مليار، بال 2021 انخفض للنص تقريبا بسبب الأزمة المالية والاقتصادية بالبلد. دون شك عنا أزمة بصادراتنا تجاه السعودية اللي انخفضت، آخر أحصى كان السنة الماضية 270 مليون دولار. تخلق شوية أزمة بنقص تصديرنا، عنا كتار من الصناعيين اللي أموالهم محجوزة بالمصاري، قدرنا نحررهم 100 مليون دولار بالاتفاق ما بين وزير الصناعة مصرف لبنان بيقدروا يستوردوا فيها. عام جديد وبداية جديدة لا نعلم كيف ستكون، وعليه فلنضع أحزمة الأمان ولنستعد إليها. رانيا عبيد، صوت لبنان. يدخل العام الجديد بدءا من الغد في شجون الملفات الخلافية الموروثة، بدءا من كلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل غدا إلى كلمة نصر الله الاثنين المقبل، فيما تدور المعركة الرئيسية الآنية على رفض عون وباسيل عقد دورة استثنائية لمجلس النواب أمام اتجاه رئيس المجلس نبيه بري إلى التوقيع على عريضة من 65 نائبا، ما سيجعل موافقة رئيس الجمهورية على مرسوم فتح الدورة إلزاميا. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عايد اللبنانيين وكتب عبر تويتر قائلا: بالأمل والإيمان سنستقبل عاما جديدا نتمناه مليئا بالصحة والخير والعافية لجميع اللبنانيين، وكلنا أمل بأن تتوحد كل الإرادات لنتعاون في ورشة النهوض بلبنان مما يمر به من صعوبات ومشكلات. قائد الجيش العماد جوزيف عون عاهد اللبنانيين أن يبقى الجيش صلبا ومتماسكا وقادرا على القيام بمهمته المقدسة، وأتمنى أن يسود السلام والاستقرار لبنان وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل عايد اللبنانيين بحلول السنة الجديدة وغرد كاتبا: سنة جديدة وأمنيات كتير، بس الأكيد أنه بنوعدكم نضل نشتغل كل يوم لنغير واقعنا المر ولنبني دولة سيدة على أرضها تحترم مواطنيها وبتحميهم وبتأمنهم حقوقهم. وختم تغريدته قائلا: الكل مدعو يشارك بصناعة التغيير بال 2022، كما يبقى التغيير مجرد أمنيات. وبدا لافتا الموقف الذي أعلنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من أن مفتاح الحل السياسي الكبير يبدأ بتسوية وطنية كبيرة
بين الرئيس ميشيل عون والرئيس نبيه بري بثلاثية الرئيس نجيب ميقاتي، وما دون ذلك الإغلاق السياسي سيفتك بالبلد. وأضاف أن أي تسوية وطنية يتفقان عليها ستفتح البلد سياسيا وتدفع الحكومة إلى أخذ قرارات كبيرة على المستويات المالية والمعيشية. ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من جهته إلى معالجة عقدة البيطار، مؤكدا أن تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لانتظام عمل المؤسسات، فلا يمكن أن تتم محاكمة الوزراء والنواب خارج الأطر الدستورية، ولا يمكن عقد جلسات حكومية غير ميثاقية، داعيا إلى تكثيف المشاورات لإيجاد المخارج القانونية. العدالة في تفجير المرفأ لم تتحقق في العام 2021 وسط معاناة كبيرة من التدخلات السياسية، فهل ستتحقق في العام الجديد؟ مجد لنعيد والتفاصيل. عام وأربعة أشهر على تفجير العاصمة التي لم تستفق بعد من ذلك الثلاثاء الأسود، وأبقى الجميع أسرى لحظات دمرت المدينة. أما الصراع والمتاهات السياسية فأغرقت التحقيق العدلي ب17 دعوة أدت إلى تعليقه وشله، وأبقت الحقيقة مغيبة. في شباط عين القاضي طارق البيطار محققا عدليا خلفا للقاضي فادي صوان، ومنذ تموز الفائت دخل في مواجهة مع الطبقة السياسية بعد طلب رفع الحصانات عن نواب ووزراء، وأهالي الضحايا يخشون أن تغتال الحقيقة مع أبنائهم. ويليام نون شقيق الضحية جو تحدث عبر صوت لبنان. هاتين اسمنا مودعه وبعد تحقيق المرفأ عم يتعرقل، طلبات الرد بعدها عم تجي، بس الأهم إنه التحقيق باقي والقاضي باقي ومكفى. هن اللي قادرين يعملوا بالوقت الحالي بس إنه يعرقلوا ويأخروا، بس مش قادرين يوقفوا التحقيق، مش قادرين يشيلوا قاضي. هاي نقطة القوة تبعنا. من هي السنة بتوجه لكل الشعب اللبناني وقول لهم إنه هالقضية يمكن الوحيدة اللي بتوحدنا كلنا بأكتريتنا، بدنا نضل مكفيين فيها الآخر، لأن هالقضية ممكن كتير هي غير وجه البلد، ضروري نكفي فيها الاخر، ضروري نعرف مين قتلنا باربع ايام. الرئيس السابق لمجلس شورى الدوله شكري صادر تناول عبر صوت لبنان مسار التحقيقات. في صراع ما بين محبذي شريعه الغرب وبين محبذي دوله القانون. القانون بيطبق علي وعليك، بيطبق على السيتويان نورمال، بس ما بيطبق عليهم. بس نوصل بدنا نطبق القانون عليهم بتقوم لقيامه. إنك أنت تما تمسل قد ما يكون قدرك كبير، الناس بتتشرف تجي على العدلية بتثبت أنه ما عليها شيء. بعد أثر في سوابق مثل السوابق اللي يتمردوا على العدلية بشكل عام، لأنه التمرد مش عم بيصيب بس الرئيس بيطار، صاب قبله الرئيس صوان. الصحافي والمحلل القضائي يوسف دياب أكد أن العرقلة بدأت مع لائحة الادعاءات التي شملت السياسيين. واضح أنه هذه المنظومة السياسية بترفض بأي شكل من الأشكال اتهامة من خلال التصويب على بعض الرموز اللي تابعين لها من وزراء ونواب، وبالتالي اليوم أنا بتصور ستبقى دعاوى الرد وكف اليد تطارد القاضي بيطار إلى أن يحصل الأمرين، إما تسوية على ملف المرفأ والإطاحة ومنع القاضي بيطار من استجواب السياسيين، أو حدوث متغيرات معينة إما تطيح بالتحقيق كله بشكل أساسي أو تخرج المنظومة السياسية من دائرة الاتهام. تصاعد الضغوط التي يتعرض لها المحقق العدلي تبقي مهمته في مهب التجاذبات السياسية. مجد لنعيد، صوت لبنان. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الإسرائيلية أوقفت على الحدود مع لبنان شخصين تسللا إلى البلاد واتضح أنهما سودانيان. كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة وسقوطهما في البحر قبالة سواحل تل أبيب. الأحداث الإقليمية انعكست على لبنان ولا سيما في ضوء الأزمة القائمة مع دول الخليج. التفاصيل مع رائفة الملاح. طوى العالم العربي صفحة العام 2021 من مزمامته والتي شهدت أحداثا ونزاعات عكست الصراعات الخفية لمصالح القوى العظمى وتأثيرها على مجريات هذه الأحداث التي كان أبرزها في العام 2021 الأزمة اللبنانية الخليجية. اندلعت هذه الأزمة الدبلوماسية في شهر تشرين الأول بين لبنان ودول الخليج العربي، واحتدمت بعد حوالي الشهر من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي. على خلفية تصريحات سابقة جاءت على لسان وزير الإعلام جورج كرداحي قبل توليه هذا المنصب بشأن النزاع في اليمن.
المفارقة الخليجية جرت أوائل هذا العام بمشاركة مصر في محافظة العلا السعودية بتبني بيان أعلن فيه رسميا عن انتهاء الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين قطر من جانب ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب آخر في العام 2017. سوريا شهدت سوريا انفتاحا غربيا وعربيا توجت بزيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وهي تعتبر أول زيارة على هذا المستوى منذ 10 سنوات. كذلك التقارب والاتصالات الجارية بين السعودية وإيران وعملية إحياء المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول الاتفاق النووي. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور صادق النابلسي قال لصوت لبنان إن الصراعات التي تعيشها المنطقة من شأنها أن تحيل المشهد الإقليمي إلى لعبة أشد خطورة في المستقبل. حقول النزاع في المنطقة ستشتد أكثر وأكثر بسبب حركة التطبيع القائمة بين بعض الدول العربية وبين الكيان الإسرائيلي. هناك حاجة أولية أولا لأن نخفف الصراعات على مستوى الدول الخليجية، لكن الأهم من ذلك أن لا تكون هذه التسويات وهذه العلاقات قائمة على أساس ظرفي ومؤقت. كما شهدت السودان أزمة سياسية داخلية إضافة إلى الأزمة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر والأزمة الليبية. أما فيما يخص الواقع الفلسطيني حيث لا يزال الانقسام سيد الموقف بين السلطة والفصائل الفلسطينية، الكاتب والمحلل السياسي والأكاديمي الدكتور نبيل سرور تطرق عبر صوت لبنان إلى العلاقة مع إيران وبعض الدول العربية. فهناك مساعي واضحة للتقارب بين بعض الدول العربية وإيران، خاصة السعودية والإمارات، حيث شهدنا وسمعنا عن لقاءات سرية حصلت بين مسؤولين أمنيين إيرانيين ومسؤولين أمنيين سعوديين في العراق، وعن أكثر من لقاء لفتح قوة في جدار العلاقة المتأزمة. وإنني أتوقع أن يسعى كلا الطرفين إلى محاولة إيجاد تسوية سياسية تبعد عن المنطقة شبح الانقسامات والتوترات. وبالرغم مما يشهده العالم العربي من توترات متنقلة بين الدول الأعضاء وضبابية المشهد، يبقى بصيص الأمل قائما عند أي تقارب بين أصحاب القرار الدولي. رئيف الملاح، صوت لبنان. مع تجاوز الإصابات بالكورونا 200,000 حالة يوميا في فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته عشية العام الجديد أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة على فرنسا بسبب القفزة في الإصابات، لكن البلاد يمكنها المرور منها بسلام إذا تصرف الناس بمسؤولية. الكورونا خيمت أيضا على احتفالات العالم وتركت للسنة الثانية على التوالي تداعيات اقتصادية كبيرة. روع الرفاعي والتفاصيل. لم يمر العام 2021 بسلام ليس على لبنان فحسب، وإنما العالم بأسره، والذي تأثر اقتصاده بشكل كبير وخسر بحسب منظمة العمل الدولية 225 مليون وظيفة بسبب جائحة كورونا، والتي ستستمر مع بدايات العام الجديد، حاصدة معها المزيد من الإصابات والوفيات. فكيف تأثر اقتصاد العالم مع هذه الجائحة؟ سؤال يجيب عليه الباحث السياسي شادي نشابي، والذي أكد لصوت لبنان أن الأزمة الحالية خطيرة بعدما حصدت الكثير من الخسائر. تأثر الاقتصاد العالمي من خلال جائحة كورونا بشكل كبير، فحسب منظمة العمل الدولية حوالي 225 مليون وظيفة خسر العالم. تقدر الأزمة التي يمر فيها العالم، الأزمة الاقتصادية، هي أصعب من أزمة الثلاثينات من القرن الماضي. الخسائر عم نحكي عن حوالي 3.7 تريليون دولار خسائر، يعني 4.4% من الإنتاج العالمي. وبالتالي خروج من هذا الانهيار الاقتصادي العالمي حسب التقديرات نحن بحاجة إلى حوالي 5 سنوات. وعن تأثيرها على النظام العالمي يقول نشابي: جائحة كورونا أدت إلى شبه نشوء نظام عالمي جديد. الحرب الباردة الموجودة ما بين أمريكا والصين سيكون لديها سيناريوهات مختلفة. السيناريو الأول أن تعتكف الصين عن مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. السيناريو الثاني ازدياد الحرب التجارية ما بين البلدين، وهذا الشيء كمان بيأثر على الاقتصاد العالمي. والسيناريو الثالث الحرب المباشرة التي ستكون في مناطق نفوذ البلدين. فهل من حلول في المدى المنظور؟ سنشهد مزيد من التخبط بأسواق
المال بسبب المتحور الجديد وحسب شو ممكن يتطور من متحورات جديدة على الصعيد أيضا الاقتصادي. بعض الدول ممكن أن تبدأ بالخروج بشكل تدريجي من الأزمة، ولكن بعض الدول سنشهد فيها انكماش أكبر ونسب التضخم ستزداد بالسنة المقبلة. أما على الصعيد السياسي سنشهد حماوة سياسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الصعيد الحرب الباردة الحاصلة بالمرحلة الحالية. يطوي العام 2021 آخر صفحاته، ومعه يطوي العالم مرحلة صعبة ليستقبل عاما جديدا يخبئ الكثير من الأحداث الغامضة التي من الممكن أن تخلق المزيد من التغييرات جراء الانهيارات. من الشمال روى رفاعي، صوت لبنان. أعلنت طهران فشل الصاروخ الذي أطلقته إلى الفضاء في وضع 3 أجهزة بحثية في المدار لعدم قدرة الصاروخ على بلوغ السرعة المطلوبة، فيما أثارت محاولة الإطلاق التي تزامنت مع محادثات فيينا انتقادات من أمريكا وألمانيا وفرنسا. واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تحقيق التقدم العلمي والبحثي ومنه في قطاع الجو فضاء حق مؤكد للشعب الإيراني، وأن مثل هذه التصريحات التدخلية لن تترك أي تأثير على عزم الشعب الإيراني في تحقيق التقدم بهذا القطاع. قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 13 آخرون بجروح نتيجة تدافع حصل فجر اليوم في ضريح ديني في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير. في الصفحة الرياضية، توفي سام جونز الجناح الأسطوري لبوستن سيلتكس المتوج 10 مرات بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA عن 88 عاما. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خصوصا في جنوب البلاد. كان في هذه النشرة السنة الجديدة على أبواب الملفات القديمة وحصيلة احتفالات رأس السنة. كانت ليلة يعني هادئة جدا، ما كان عندنا أي حوادث كثير. رقم قياسي جديد للكورونا، 4290 إصابة و17 حالة وفاة. سامي الجميل، الكل مدعو للمشاركة في صناعة التغيير في 2022 حتى لا يبقى التغيير مجرد أمنيات. إيران تفشل في عملية إطلاق صاروخ إلى الفضاء. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت لبنان وعام مجيد. レバノンのラジオの声。